السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال يا أسرتي الثانية، أسرتي الجميلة. قبل أن أبدأ هذه الفضفضة مع نعمان، سأتوجه إليك أخي أو أختي يا من يشاهدني الآن. أنا أعلم أن لديك مشكلة ما تؤرقك، أنا أعلم أنك ولو أنك تشاهدني الآن فلا وعيك منشغل بهذه المشكلة التي أنت فقط تعانيها. سأقول لك شيئا، هذا المستقبل الذي أنت تفكر فيه وتخاف منه قد لا تكون فيه. نعم، قد لا تكون، فلماذا تقلق نفسك؟ سأقول لك شيئا، لقد ولدت وحيدا وستموت وحيدا. لا تشغل بالك، المستقبل لغز، لا أحد يعلم ما الذي سيحدث سوى الله سبحانه وتعالى، والماضي بطبيعة الحال قد مضى. عش الحاضر فيما يرضي الله ويرضي مبادئك يا أخي، لا تنشغل، فلا شيء يستحق العناء، صدقني أنا أتحدث معك عن تجربة حياة. الذين ينجحون في الحياة ليسوا دائما من هم يمتلكون شهادات عالية، دبلومات، مستوى ثقافي عالي، خبرات دولية، لا، عندما ترون المجتمع، وأنا أعرف ومتأكد أن لديكم حالات تعرفونها، ترون أن الأناس الأكثر راحة ماديا أصحاب الشركات، ليس دائما بل هناك العديد من الحالات، وأريد أن تؤكدوا لي هذه المعلومة في التعليقات، العديد منهم لم يدرس ولكن تحت إمرته، تحت سلطته، هناك عاملون قد درسوا طوال حياتهم. لماذا؟ لأن الدراسة ليست دائما هي مفتاح النجاح، هذه الحقيقة الصادمة، وأنا أتحدث عن تجربة خاصة. أنا شخصيا لدي دراسات معمقة من جامعات دولية، ولكنني أبدا لا أزن نفسي، لا أقارن نفسي مع الآخرين اعتمادا على هذه الشهادات، لا، هذا خطأ. الذي ينجح في الحياة هو الذي يعرف كيف يسبر أغوارها، كيف يعرف السباحة في بحر الحياة. الحياة كهذا البحر، الذي ينجح هو الذي يعرف كيف يعوم، نعم، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتواصل، كيف يكون فنانا في التعامل، كيف يستعمل استراتيجية، خطة، لأن الحياة كما قلت سابقا هي حرب، كل الأسلحة مسموحة فيها، كل الضربات إلا التخلي عن مبادئك. سأسرد عليكم قصة وقعت لي عندما كنت أدرس في إسبانيا، الآن مضت أعوام على ذلك، وأيضا كنت أشتغل بالموازاة مع ذلك، اشتغلت في العديد من الشركات، والقصة التي وقعت التي سأخصها عليكم قد حدثت في شركة التأمينات. كانت هناك فتاة متألقة، ذكية، ذات خبرة عالية، وكانت جديدة، أي أنها قد دخلت الشركة مؤخرا،
وبالفعل نتائجها كانت مبهرة، بالفعل كانت ناجحة وذات تألق غير اعتيادي، وكان الجميع يشهد لها بذلك. ولكن كانت تصحح أي شيء. إذا تحدثت معها ستعارضك، ولكن تلك المعارضة هي بطبيعة الحال هي مرتكزة على حقائق علمية، أي أنها تصحح أخطائك ولكن بدلائل، أي أنها على حق، على صواب، ولكن هذا كان يتكرر كثيرا لدرجة أن الأمر أصبح مزعجا للعاملين. المشكلة هنا هي أنه كان لدينا اجتماع، أنا أتذكر جيدا هذا الاجتماع، وهذه الشابة عندما كان المدير العام يلقي ما يسمى بخطاب أو بشروحات حول لا يهم حول أمر من أمور الشركة، قامت بمقاطعته وصححت رقما كان قد أدلى به هذا المدير وصححته أمام الجميع وكانت على حق، كانت على صواب. هذا المدير بالفعل فقد اعترف بخطأه وأثنى عليها أمام الجميع، هنأها. ولكن ما الذي حدث في اليوم الموالي؟ هذه الشابة تلقت تعيينا جديدا في الشركة، ولكنه تعيين في منصب أقل بكثير من منصبها الحالي. بخلاصة، منصب مذل لها اعتبارا لتألقها، لخبرتها، ولنتائجها التي حققتها. العبرة من هذه القصة الحقيقية التي وقعت أمام عيني هي أن الحقيقة هي جيدة، يجب أن نقول الصراحة، ولكن حذاري، لا نقول الحقيقة بأي طريقة ولأي كان، لا، الحقيقة تقال بشروط. لا نأتي هكذا ونقاطع شخصا ونظهر أنه مخطئ ولو أننا على حق. نحن في مجتمعاتنا العربية مختصون في تصحيح الآخرين، نحن نفهم أفضل من الآخرين، نحن أعلم منهم، نحن قادرون على إدلاء آرائنا في أي موضوع، أليس هذا صحيحا؟ لكي تنجح في الحياة يا أخي يا أختي، عليك أن تعرف متى تغلق فمك. الذكي هو الإنسان الذي استفاد من الحياة، أخذ خبرات واستغلها جيدا لصالحه، ولكن الحكيم هو من يعرف متى يغلق فمه. هذا الفم الذي أعطاه الله لنا هو سلاح ذا حدين، قد يجعلك تنجح وقد يحطم مسيرتك. نقول الحقيقة نعم، ولكن الحقيقة التي تعلم أنها ستحطم حياتك ومستقبلك، لماذا لا تغلق فمك يا أخي؟ لا نقول كل الحقائق لأي كان ومتى ما كان، علينا أن نعلم متى نغلق فمنا. حذاري إذا كنت في مكان عمل مع أصدقاء في ملتقى وبدأت تتفاخر بخبراتك بدبلوماتك، أنا درست في أوروبا، أنا درست في أمريكا، لا أحد يأبه بهذا، نحن نلاحظ ما يخرج من فمك وليس ما حققته من خبرات أو من دبلومات. نعم الدراسة هي مهمة
ولكن لا تتفخر بها على حساب أشياء أكثر أهمية يا أخي. اسمع هذا الكلام، إذا أردت أن تنجح، أن تنجح في أي شيء في حياتك، حتى ولو كنت مع ناس يتحاورون يتناقشون في موضوع أنت تتقنه، هو اختصاصك، ولكنهم يقولون أشياء خاطئة تماما، أغلق فمك، لا تتفوه، لا تخبرهم بأنهم مخطئون، لأنك سوف تجرح كبرياءهم يا أخي. ما الذي ستربحه من هذه المناقشة؟ ستبقى هناك ضغينة، حقد، لا أحد يتحمل أن يعارضه الآخر وأن يظهر أنه مخطئ أمام الجميع. الفم قد يكسبك أصدقاء وقد يخلف لك أعداء، اختر كيف تستعمل هذا الفم. لو كنت تعلم الكنز الذي هو الصمت لأمضيت أغلبية وقتك صامتا. لماذا أعطانا الله أذنين وفما واحد؟ نعم، بكل بساطة، لكي نسمع أكثر مما نتكلم. نقول الصراحة فقط عندما نرى منكرا، عندما نرى شيئا مدمرا، شيئا خطيرا يتوجب علينا أن نتدخل، ولكن في المواضيع العادية نصمت. ولو أننا رأينا شيئا خاطئا نتظاهر بأننا موافقون بأن هذا جيد. إنه النضج العاطفي. هنا نصل إلى مرحلة من النضج تجعلنا نستوعب الأمور ونتعامل معها بطريقة عقلانية وليس عن طريق التسرع. يجب أن نستخدم ما يسمى بالذكاء العاطفي. هذا الذكاء هو الذي يجعل العديد من الشخصيات يصلون إلى هرم المؤسسات، إلى مناصب عالية، إلى ثروات كبيرة جدا، ولو أنهم لم يدرسوا، ولو أنه ليس لديهم دبلومات أو شهادات عالية. لماذا؟ لأنهم يعرفون كيف يستمعون، كيف ينصتون، كيف يستفيدون، وليس فقط الانتقاد، المعارضة، إظهار أن هذا على خطأ. هم يعرفون من أين تؤكل الكتف. يجب أن يكون لنا نضج عاطفي لكي نعرف كيف نتعامل في هذه الحياة. الحياة ليست سهلة، الحقيقة لا تقال دائما. علينا أن نعرف متى نتحدث، والأهم من ذلك متى نلتزم الصمت. الحياة ميدان حرب، لا نكسب هذه الحرب بالقوة، بل بالعقل، بالحكمة، باستعمال الاستراتيجية، النفس الطويل، بعد النظر، تذكروا هذا جيدا، التزموا الصمت. الذباب لا يدخل إلى الفم المغلق. أغلق فمك يا أخي، أغلقي فمك يا أختي، وسترون النتائج. إذن على نسمات البحر الجميل أضرب لكم موعدا في الفيديو القادم. كانت هذه فضفضتي معكم يا أحبائي، وكونوا سعداء.